حديث أكثر عن ذكرى سقوط النظام السابق والمشهد السياسي العراقي، انضم معنا عبر الهاتف عضو تحالف سائرون حمد الله الركابي. مرحبا بك معنا. بعد 16 عام على إسقاط النظام، هل يمكن القول أنه القوى السياسية العراقية حققت مطالب العراقيين وأرست قواعد الديمقراطية في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. حياك الله. بالتأكيد يوم 9 نيسان يعتبر من الأيام المهمة في حياة العراقيين باعتبار أنهم تخلصوا من نظام ديكتاتوري قمعي ساهم في خراب هذا البلد من خلال إدخال العراق في حروب عبثية مع دول الجوار، ساهمت في دمار كثير من المؤسسات من البنى التحتية وأدخل العراق في حصار اقتصادي. وكذلك هذا النظام الذي أسس دولة بوليسية لم تكن تراعي كل حقوق الإنسان، وخير شاهد على ذلك مقابر جماعية، اعتقالات، اعدامات. بالتأكيد هذا يوم مهم من حياة العراقيين، ولكن بنفس الوقت هذه نقطة واضحة. نعم. لكن سألتك أنه بعد 16 عام من إسقاط النظام، القوى السياسية هل أرست قواعد يعني الديمقراطية؟ هل حققت مطالب العراقيين؟ أنت قلت أن النظام السابق أدخل العراق وفي حرب إقليمية، يعني أنتم كطبقة سياسية ماذا فعلتم للعراقيين؟ لا ندعي أن النظام السياسي الحالي هو نظام مثالي، بالتأكيد هنالك إخفاقات، هنالك علامات استفهام عديدة على أداء السلطة التنفيذية. نعم، الشعب العراقي يرى أنه لم يعني يجني شيء من النظام السياسي الجديد، باعتبار هنالك تردي من حالات تقديم الخدمات وغيرها بسبب طبعا تفشي ظاهرة الفساد. ولكن من منظار آخر لا يمكن أن نقارن النظام السياسي الحالي بنظام البعث المقبور، من حيث أن النظام السياسي الحالي هو نظام جاء عن طريق الانتخابات، جاء عن طريق شرعية اكتسبها من خلال الشعب العراقي، ولذلك لا يمكن أن نقارن بين النظام ونحن أيضا لا نقارن. إذا يعني ما صحت أن الأزمة في العراق سياسية دستورية، أتحدث عن النظام الحالي، بالتأكيد يعني كما قلت لا ندعي أن هنالك حالة مثالية في النظام الحالي، هنالك إخفاقات مشخصة من قبل جميع القوى السياسية، وهنالك بالتأكيد نقاط يعني استفهام عديدة على أداء كل المؤسسات، هذا شيء لا ينكر. ولكن بنفس الوقت نعم هنالك انتقالات إيجابية في مسيرة النظام السياسي الحالي، وخير دليل على ذلك انه مجلس النواب الحالي يضم اكثر من 200 شخصيه جديده، وهذا دليل على انه هنالك وعي اجتماعي في طريقه اختيار المرشحين. وبالتاكيد نحن نسعى ونامل ونطمح ان يكون هنالك حقيقه مسار ايجابي في العمليه السياسيه من خلال اداء المؤسسات الدستوريه ومن خلال اداء المؤسسات التنفيذيه، وبالتالي سيكون هنالك بالتاكيد في يعني على طول المسيره الديمقراطيه هنالك بناء لمؤسسات الدولة يكون مؤهلا لتقديم الخدمات للشعب العراقي. طيب يعني هل يعني لكي نشخص الخلل، هل الأزمة هي سياسية أم هناك خلل أصلا في الدستور؟ بالتأكيد نعم، الكثير لديه ملاحظات سواء على مستوى الدستور أو على مستوى أداء المؤسسات. نعم هنالك الكثير من النقاط المهمة والنقاط الجوهرية التي تشخصها القوة السياسية فيما يتعلق بالدستور وفيما يتعلق بأداء المؤسسات، ولكن بمجمل عام النظام الحالي نظام جاء عبر المؤسسات الدستورية، جاء عبر المؤسسات الديمقراطية، وهذا ما كنا نفتقده في أيام نظام البعثي المقبور. طيب كيف تقيمون عزوف المرجعية الدينية عن استقبال أي شخصية سياسية؟ عفوا، كنت قد سألتك يعني كيف تقيمون عزوف المرجعية الدينية عن استقبال أي شخصية سياسية؟ بالتأكيد المرجعية الدينية لديها رؤية باتجاه الواقع العراقي، وهي مرجعية لكل العراقيين. ولديها أكيد يعني هنالك من هو متحدث باسم المرجعية بالإمكان سؤاله والإجابة عن هذا السؤال. طيب أنت يعني قلت أنه النظام البرلماني يعني نجح في إدارة الدولة، ما مدى نجاح النظام البرلماني الآن؟ الدورة البرلمانية الحالية، أنا قلت أن الدورة البرلمانية الحالية تختلف عن سابقاتها من خلال وجود يعني عدد كبير من النواب من الوجوه الجديدة، هنالك أداء يعني يختلف عن الفترات السابقة من خلال
انتخاب رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، ومن خلال انتخاب رئيس الوزراء يعني تمت إذابة قضية المكونات، هذا مكون شيعي وهذا سني وهذا كردي، بل هنالك تحالفات تضم كافة أطياف الشعب العراقي، كافة المكونات، وهذا يعتبر أداء إيجابيا في مسيرة عمل المؤسسة التشريعية. عضو تحالف سارون حمد الله الركابي، شكرا لانضمامك معنا.